بالمناسبة أشكر زميلي السيد الوزير على حضوره معنا من أجل التوقيع أيضا على اتفاقية شراكة وتعاون، والتي نهدف من خلالها إلى تشجيع مجال المقاولاتية لدى طلبة الفنون، سواء الطلبة الذين هم في طور الدراسة ويحملون أفكار مبتكرة أو المتخرجين أيضا من أجل إنشاء مؤسساتهم الخاصة، وكذلك لتعريفهم بمختلف الآليات التي تضمنها الدولة الجزائرية لمرافقة هؤلاء، يعني مثلهم مثل الطلبة في التخصصات الأخرى، خاصة أننا بدأنا منذ فترة يعني في إعادة النظر في البرامج التكوين الفني في الجزائر، وبإنشاء معاهد جديدة في هذا التكوين خاصة في تخصص السينما، إضافة إلى إنجاز أول حاضنة أعمال على مستوى المدرسة الوطنية للفنون الجميلة، ومخابر للبحث وحتى مجلات محكمة في هذا الإطار. نحن نعتقد أنه مجال الثقافة في الثقافة الفنون في الجزائر يتوجه نحو ربما توجه أكثر اقتصادي، نريد حقيقة بحث روح المقاولاتية داخل المعاهد الثقافة ومعاهد الفنون، ونريد القيام بذلك من خلال عدد من الإجراءات الفعلية، وهذه ستكون ربما موضوع الاتفاقية التي سنمضيها اليوم. يمكن أن نلخص هذه الإجراءات في أربع ولا خمس إجراءات. الأول هو سيتم وضع صيغة تمويلية لكل أصحاب المشاريع المقاولاتية في مجال الثقافة، خاصة منهم اللي راهم حاليا يزولوا دراستهم على مستوى المعاهد الثقافية. كما ذكرت السيدة الوزيرة كان هناك أيضا إنشاء لحاضنة أعمال، معناتها هناك كيباتو على مستوى معهد الفنون الجميلة في الجزائر العاصمة، والذي أيضا نتشارك فيه لأننا نريد حقا أن نعزز من المقاولاتية والابتكار داخل هذه المعاهد. الإجراء الثالث هو إنشاء سويا مراكز الدعم المقاولاتية على مستوى كل معاهد الفنون، على مستوى كل المعاهد الموجودة على مستوى التراب الوطني، وذلك لتكوين طلبة وفنانين الغد أيضا في مجال المقاولاتية.